ومفخرة بين النجوم وفي القلوب موقرة أعوام عزك لا تشيخ وتمحي أنت البهاء وأنت أنت الآسرة قلم الحياة هناك يعرف مجده والفكر والقرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب مدارس الميدة العليا طلاب الصف الثاني المتوسط، نلتقيكم في درس جديد من مادة العلوم بعنوان موجات الصوت. طيب، الأهداف في هذا الدرس نصف كيف تتولد موجات الصوت. الدرس الثاني تفسر كيفية انتقال موجات الصوت عبر المواد، تصف العلاقة بين علو الصوت وشدته. طيب، كيف تنتج موجات الصوت؟ طيب، إذا كان مثلا عندك مثلا على الطاولة أنت جالس عليها، طيب أصدرت الطاولة صوت، كيف أصدرت؟ عندما تهتز الأجسام تصدر أصوات. يبقى متى تتكون موجات الصوت؟ عند اهتزاز الأجسام، عندما تهتز الأجسام اللي هو يا شباب تصدر صوتا، يبقى الموجات الصوت تحدث عندما تهتز الأجسام، عند اهتزاز الأجسام. طيب، ما نوع في الاختبار؟ ما نوع موجات الصوت؟ موجات الصوت يا شباب زي ما درسنا أنواع الموجات، موجات طولية وموجات مستعرضة وموجات كهرو مغناطيسية، موجات سطحية. نوع من أنواع الموجات هو موجات الصوت، موجات طولية زي ما عارفين، موجات طولية. طيب، موجات طولية، يا سلام، هذه الموجات الطولية، هذه موجة عبارة عن موجة طولية، عندما أضرب هذا الغشاء المرن يصدر صوتا، يحصل شنو؟ تضاغط وتخلخل، زي ما عرفنا في أنواع الموجات تضاغطات وتخلخلات، دي بسميها اللي هي شباب الموجات الطولية، الموجات الطولية. طيب، سرعة الصوت على ماذا تعتمد؟ سرعة الصوت تعتمد سرعة الصوت على نوع الوصل الذي تنتقل فيه، تعتمد سرعة الصوت على نوع الوسط الذي تنتقل فيه ودرجة الحرارة. الحين نشوف انتقال الوسط، تعتمد سرعة موجات الصوت على نوع الوسط الذي تنتقل فيه. طيب، يبقى محتاجة موجات الصوت لا تنتقل إلا عبر الأوساط المادية، لا تنتقل موجات الصوت بالفراغ، إنما تنتقل عبر الأوساط المادية. طيب، الأوساط المادية إما سائلة وإما صلبة وإما غاز. طيب، إذا جبت لك في الاختبار، خلي بالك معاي، نشوف الجدول بعد ذلك نسأل سؤال. طيب، هذه سرعة الصوت في مواد مختلفة، في الهواء هي غاز، في الزجاج صلب، في الفولاذ مادة صلبة، في الماء عند درجة حرارة 25 درجة سيليزية مادة سائلة، وماء البحر 25 درجة سيليزية، وفي المطاط والماس والحديد. طيب، نجي نلاحظ، شوف في الهواء 343 بسرعة الصوت متر على الثانية. طيب، في الزجاج 5640 متر على الثانية. طيب، في الماء 1493 متر على الثانية. طيب، إذا جبت لك الاختبار قلت لك رتب هذه المواد حسب سرعة الصوت فيها، الهواء والزجاج والماء، ها يا سلام، الزجاج أولا، ينتقل الصوت سرعة الصوت أعلى انتقالا في الزجاج، ثم في الماء، زجاج واحد الزجاج، اثنين الماء، ثلاثة الهواء، ينتقل في الهواء اللي هو أبطأ في الهواء. طيب، كذلك سرعة الصوت قلنا يا شباب تزداد بزيادة درجة الحرارة، يبقى كل ما زادت درجة الحرارة تزداد سرعة الصوت. طيب، سرعة الصوت عند 0 سيليزي 330 متر على الثانية، لكن عندما ترتفع الحرارة تصبح 30 درجة سيليزية تصبح 350 متر على الثانية، 350 متر على الثانية، يبقى تزيد بزيادة درجة الحرارة. طيب، علو الصوت، طيب علو، يقول كله ترى صوتك عالي، يا أخي تقصر صوتك،
طيب اسف صوتك وارفع صوتك. طيب ما الذي يؤثر في علو الصوت؟ القوة أو قوة الصوت والقوة التي تهتز بها الجسم، القوة التي تهتز بها أو يهتز بها الجسم. نشوف الحين في الجرس. طيب الحين عندما أضرب الجرس بقوة فإن كمية الضغط كمالة كبيرة يصدر صوت عالي، وعندما أضرب بقوة مالة بسيطة يضرب الجرس بقوة بسيطة يكون مالة الطاقة مالة منخفضة. يعتمد علو الصوت على كمية الطاقة التي تحملها موجات الصوت. طيب شدة الصوت، شدة الصوت هي كمية الطاقة التي تحملها الموجة التي تعبر مساحة محددة خلال ثانية واحدة، دي بسميها بشدة الصوت. طيب مقياس الديسبل وعلو الصوت. طيب أقيس شدة الصوت بمقياس يسمى الديسبل، مقياس يسمى الديسبل. تعالوا مع بعض نشوف مقياس الديسبل على بعض الأصوات. طيب هنا صفر أقل صوت ممكن يسمع الإنسان هنا لواء الهمس. طيب لواء أكبر من 15 همس. ثم أعلى صوت إقلاع طائر، وإقلاع طائر إذا صوت عالي ده الشيء مؤلم جدا، السن له أذنك لو أنت قلعت في الطائرة ساعة الإقلاع أذنك ماله تصن، وفي ناس بعض الناس يرجعوا كذا وتؤثر فيك. ليش؟ لأن كمية الصوت أكبر من أو شدة الصوت كبيرة جدا، وتقاس شدة الصوت بوحدة الديسبل، تقاس شدة الصوت بوحدة الديسبل. طيب التردد وحدة الصوت. طيب التردد زي ما عرفناه يا شباب، زي ما عرفنا التردد من خلال تردد مثلا الجسم المهتز، زي ما عرفنا التردد ويقاس بالهيرت وهي عدد الاهتزازات اللي تجي على الجسم في الثانية، ده التردد يقاس بالهيرتز. طيب حدة الصوت يستطيع الإنسان السماع الأصوات التي تتراوح ما بين 20 هيرتز إلى 20 ألف هيرتز، دي يستطيع الإنسان أن يسمعه. هذا همس وهذا صوت عالي جدا اللي هو يستطيع الإنسان أن يسمعه بين 20. طيب إذا أنا في غرفة مغلقة وبصدر صوت يا شباب، ألقى الصوت يرجع لي مرة أخرى، عملية انعكاس الصوت بسميها منه بظاهرة الصدى، بسميها بظاهرة انعكاس الصوت، انعكاس الصوت أو بسميها منه الصدى، انعكاس الصوت أو الصدى. إلى أن نلتقيكم في درس آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المجد رمز للعلوم ومفخرة، بين النجوم وفي القلوب موقرة، أعوام عزك لا تشيخ وتمحي، أنت البهاء وأنت أنت الآسرة. قلم الحياة هناك يعرف مجده، والفكر والقلب.